بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 82. الحمد لله رب العالمين، رسم لعباده طرق الاكتساب وأمرهم بطلب الرزق الحلال ليستعينوا به على طاعته وينتفعوا به في حياتهم ويقدموا منه لما بعد مماتهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان أقسام الخيار في البيع، وكنا في الحلقة السابقة قد تناولنا أولها، وانتهى بنا الحديث إلى القسم الرابع منها، وهو خيار التدليس، أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس. والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة فلم يتم إبصاره للسلعة. والتدليس نوعان، أحدهما كتمان عيب السلعة، والثاني أن يزوقها وينمقها بما يظهرها مظهر السليمة ويزيد في ثمنها. والتدليس حرام، وقد سوغت الشريعة للمشتري الرد به، لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها لما بذل ماله فيه. ومن أمثلة التدليس الوارد النهي عنها تصرية الغنم والبقر والإبل، وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر، وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري، وغير ذلك من أنواع التدليس. فيجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة، وأن الكذب من أسباب محق البركة، فالثمن وإن قل مع الصدق يبارك الله تعالى فيه، وإن كثر الثمن مع الكذب فهو ممحوق البركة، وممحوق البركة لا خير فيه. أيها المستمعون الكرام، والخامس من أقسام الخيار خيار العيب، أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبر به البائع، أو لم يعلم به البائع لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة، أو تنقص به عينه، ويرجع في معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو ينقص عين المبيع لم يعتبر. فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته مبيعا، وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري. القسم السادس من أقسام الخيار ما يسمى بخيار التخبير بالثمن، وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به وأخبره بمقدار الثمن، ثم تبين أنه أخبره بخلاف الحقيقة، كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، أو قال: أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي،
أو قال بعتك هذه السلعة بكذا وكذا على رأس مالي فيها، أو قال بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به، ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبر به فله الخيار بين الإمساك والرد على قول في المذهب. والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري ويجري الحكم على الثمن الحقيقي ويسقط عنه الزائد، والله تعالى أعلم. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، كما إذا اختلف في مقدار الثمن، أو اختلف في عين المبيع أو قدره، أو اختلف في صفته ولا بينة لأحدهما، فحينئذ يتحالفان فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. القسم الثامن من أقسام الخيار وهو الأخير خيار يثبت للمشتري في حالة ما إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.